اهلا وسهلا ومرحبا. اهلا وسهلا، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ونتمنى حظ موفق للفريق ديالنا الفريق المغربي، نتمنى له حظ موفق، ونتمنى ان الماتش الجيره ما نمشيوش رابحين على الافونس وما نمشيوش خاسرين على الافونس. ها حنا كنوجدوا الاجواء، دابا كنوجدوا الاجواء بوغ سويفغ لمتابعه هاد بطوله العالم، كاس العالم، التلفازات موجودين، راه ما تفرج. ايوا حنا اللي بغينا ما يدخلوش رابحين ويعرفوا يجيريو الماتش ديالهم، ونتمنوا التوفيق للمغرب، المغرب ديالنا. والناس اللي بغيو يجوا عندنا مرحبا بهم، راه بدون مقابل ما كان لا خلص لا والو، جيت تفرج فابور غراتويتمون والو. مصعب بيليكي صافي، بيليكي اللي بغي يجي يتفرج بيليكي، التلفاز عادي 65 فول اتش دي ويكا اخر ما انجزها. بيليكي ها كي تعيا جي تكا هنايا صافي. هذا الشيء ايوا كندوي معكم، هذا الشيء راه معقول، ماشي زعما كان. وهنا كاين جوج تلفازات، كل واحد الا كانوا جوج ماتشات لاعبين ضربه واحده سي جامي، واحد تفرج هنا واحد هنا وواحد يتفرج لهنا. ومرحبا بكم مركز تكوين كرة القدم، الجزيريات كضرب فيهم السمش، الحمد لله السمش موجودة، ولكن بغينا شتيوة، بغينا شتيوة تكون حليوة. دون زان مومون غادي نبداو لي زونترينمون، وشكرا لكم كاملين، لأن صراحة كاين دعم كبير وكاين تشجيع كبير. ايوا اللي بغى يجي عندنا مرحبا بيه، بيان فوني ويلكم. حنا راه كل مناسبة بحال هكذا كنتعبؤوا ليها، وما كنقلبوا لا فلوس لا والو، هذه مسألة وطنية، مسألة تجية ماشي استغلالية، ولكن كنشجعوا القاويتها مساك اللي ما خداميش، هذه ليهم وهذا الشيء اللي نتمناو ليهم. حنا راه جينا هنا قراب البول فينونسي، شويه السينيور سلام، هذيك التلفازه ما تخدمش ما ديرش فيها الماتش. كلشي كيتفرج تما كدابا، بلاتي نشوفوهم في القهوه. هما مواجدين دابا، تعبئه وطنيه هي. ايوا راه درنا لهم قهوه غراتويت، مول اللي بغى يجي يتفرج في المغرب كلشي غراتوي. اذن مزيدا من التشجيع، مزيدا من الدعم ديما مع الفريق الوطني. انا كنقول لكم واحد القضيه، على حساب لي كوب دي مون اللي تفرجتهم، وعلى حساب ليكسبيريونس ديالي، ليكسبيريونس ما قلتلكش لعبت انا في ليكيب ناسيونال، ان طونك سيتوايا انتيريسي باغ لو فوتبول كمواطن، لعبنا كره لعبنا، ولكن ما لعبتي ماشي كاين لي بلو كرون زونترينور ما لعبوش كره، لا جينا نشوفو. دونك بالنسبة لكرواتيا فرقة بيتري دو تكنيك، عندهم تقنيات، عندهم فرديات خطيرة جدا، ولا جينا نديرو معاهم جوور باغ جوور، أنا ما كنقصش من اللعابة ديالنا، ولكن كنعرفهم اللي يلعب في ألمانيا واللي يلعب نعرفهم خطيرين جدا، واخا يبان لك ما داروش تري بون جو يقدروا يديروهم سي با ان سيربريز اليوم داروا شي حاجة. وشكرا لكم على التتبع. اسامه نقص الصوت هنايا، كيحسبوا لينا هذا الصوت، كيحسبوا لك دروا دوتور، راه ما يخليوناش دابا هذا.
كنتاسفوا الغياب ديال ساديو ماني، كنتاسفوا بزاف لان ساديو ماني سي لو ليدر ديال هو لو ليدر ديال ليكيب، وكنتاسفوا ليه بزاف بزاف، ونتمنى البروشان ماتش يلعب فيه. تيران مانيفيك، هاد الناس هادو راه كيصدروا البترول والغاز كثير قل من الجزائر. الجزائر كتصدر اكثر منهم وكتدخل اكثر منهم، شو كيفاش صوبوا بلادهم. والجزائر من نهار اللي مشات فرنسا وهي مقابله المروك 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 مروك مروك الصحراء الغربية، 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 قريم بسيط، قريم بسيط، قريم بسيط، قريم بسيط، قريم بسيط، بوسبير، 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 تاين، 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 تطبيع، 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 بوسبير، 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 بوسبير. سبتمبر بوس اليدين، 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 عبيد 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 عبيد، تطبيع 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 تطبيع، تاين 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 تاين، مروك 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 مروك، ستوملي ليا ستوملي ليا ستوملي ليا ستوملي ليا ستوملي ليا إتو 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 القجع 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 مروك 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 مروك. لا إله إلا الله محمد رسول الله، ليعلم العالم مع من حشرنا الله في الجوار. الناس عايشة، لو والله لو كانت الحدود ديالنا إريتريا، الصومال، غامبيا، زامبيا، غينيا، أنغولا، تشاد، نيجر، نيجيريا، ولا تايلاندا، ولا كوريا، ولا أي حاجة إلا هاد البلاد هذه، وإلا هاد البلاد. زطلة 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 زطلة، مملكة المخدرات، مملكة المخدرات، 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 مملكة المخدرات، دار 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 دار. جيب اختكم الخارج، 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 جيب اختكم الخارج. تاين 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 تاين. مروك 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 مروك. تطبيع 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 تطبيع. تاين 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 تاين. مؤامرة 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 مؤامرة. لقجع 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 لقجع. مشاشرة 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 مشاشرة. صافية 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 صافية. أجبد اللي كان معاك، الله ينهى اللي ما يهشم. وأربع خدامين المغاربة ما كيتسناو لا بترول لا غاز، يا ما يديروا لنا راه حقا لقينا الغاز في تندرارة، لقينا الغاز في أكادير، لقينا الغاز في العرايش، لقينا الغاز في كذا. والله المغاربة ما مسوقين بالله، خدامين خدامين وما شاء الله عليهم كل شيء موجود. ما نحن ما نديروش التسبيح تاع الجزائر 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 قراقير وقراقير 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 وقراق
وهذا شوف هذا راه واقع هما فرحانين بفرنسا وكيديروا اي صفقه يبغيو يديروها يقول ليه نديروا معاك صفقه ونبيعوا لك بثمن رمزي ولكن ما تمشيش مع المروك. نبيعوا لك بثمن رمزي وما تمشيش مع المروك وخذ اللي عجبك خذ اللي عجبك. كيتعراو انفاس ليهم كيتعراو كيحيدوا حوايجهم. ها هو دابا سعد الشرعي راه دخل لانجلتا بيرمنغهام وكيقول بن سديره تجي تحيد لي السروال. قال لي انت عقلك فيه سروال؟ قال لي هو جي نتلاقاو انا وياك وقال لهم اون بليس قال لهم اعطوني فيزا نجي عندكم كيما جيت للمغرب ونشوفوا. ها ما يدخلش تماك وما راه الجزائر راه ممنوع التجمهر ممنوع الاحتجاجات ممنوع تكومونتي. والله واحد كومونتي دار فيها على الوالي ديال الوهرن دار حسبيه ونعم الوكيل على والي ان والي ماشي بريزيدون ولا مينيستر ان والي مشى بعامين حبس. واحد لقاو عنده 7 لتر حليب مشى ب 10 سنين 7 سنين حبس. كل لترو بعام كل لترو بعام. ها حنا يلقاو عندك 7 كيلو زطله ما تمشيش 7 سنين. ها زطله يلقاو عندك تمشي 7 سنين. كاين ظروف التخفيف واخا حنا راه ما كنشجعو الزطله ولكن غنعطيك ليكزومبل لو دولي لو بلي غاف هو المخدرات. 7 سنين الناس كيبغيو هاد الناس هادو. المغرب بحال المغرب هو اللي شاد الجماجم. ها هو اللي شاد الجماجم. حنا راه ما كنهضروا على الجزائر حتى لها الجزائر هاد القراقير راه هما اللي متلبينا راه ماشي حنا كيقول لك بارلي دلالجيري سا رابور دو لارجون. بالعكس حنا ما كنهضروش بالعكس الماروك المغاربه اليوتيوبر المغاربه ها كيدافعوا على المغرب سي با بوغ لارجون ولا شي حاجه. ها ماشي على الفلوس ولا شي حاجه لان حنا ما عندناش اعلام ديالنا بحال ديالكم مصندل ما مطربيش ما مخلقش. الاعلام ديالكم كيسب الملك ويدير الكينول على الملك ويشب المغاربه وعاطين منبر نافذه كبيره جوج زنادقه عاطينها لهم جوج زنادقه عاطينهم المنبر باش يسبوا المغرب وباش يكذبوا على المغرب. دومير مزور التاريخ وبونيف بونيف اللي عنده تاريخ الله يستر ما بغوش نجبدوه النعيب بونيف نهار كامل هو بوسبير مملكة المخدرات مروك كاين. حنا مقصرين حنا مقشبين مسالين قبنا مسالين فهمتي مسالين وغادي نبقاو معاهم الى يوم الدين. وكي بريباريونا الحرب 2024 2025 حتى حنا راحنا نوجدوا حتى حنا رحنا موجودين. والله ما نتفكوا بالله والله ما نتفكوا واخا يشلوا السلاح ديال العالم كامل والله المغاربه اليوم عارفين ولا عرفوا شكون هو العدو ديالهم الحقيقي. والله المغاربه لا تفكوا معهم بالله والله حريرتهم مع المغاربه ما تفك بالله. هناك انا كيعرفوني جزائريين وكيتبعوني وكيسمعوا لي اكبر خطا ديروا الجزائر هي تقرب للمغرب ودير لك زعما ديك اللعبه ديال اللي تسريبات ديال المخابرات انهم غيديروا شي تفجير في سوبر مارشي. الله يجعلهم ما يفجروا الجزائر كامله يقولوا المغرب اللي فجرها. والله ما يصوروا منا غير البعابه بالله والله لا قدروا علينا ويجيبوا الدرونات كاملين من 2025 ولا 2024 يجيبوا الدرونات كاملين ديال ايران. ديك الساعه احنا رحنا كنصوبوا في الدرونات ونصوبوا 1000 درون في العام 1000 درون حتى 3000 درون في العام ولي حنا كنصوبوهم نطلقوا عليهم النحل ديال الدرونات في البلاد. البلاد تغطى عندهم بالدرونات لي درون كاميكاز راهم يصوبوا في المغرب. تي تقول لي جبنا الدرون البوليزاريو وغادي يحرضوا بوليزاريو هي اللي كتستنزف القوى ديال المغرب وريتما المغرب يبقى ملاهي معاهم الجزائر دير شي عمليه ارهابيه وتقول المغرب هو اللي دارها وغادي ينشب حرب. ليا دابا رابحين الحرب ديجا ربحوها. الجزائر راها في حرب ديال المجاعة راها في حرب ديال الحرمان من الحرية راها في حرب ديال المواد الغذائية ما موجوداش راها في حرب ديال الحرمان راها في حرب ديال الحريق الآلاف كيحرقوا راها في حرب ديال التبهديل تبون كيتسارى مام كاليفيش لا كوب دي موند وماشي ومشى عند لي جورناليست
أراني جيت وكيقدم التصريحات ديالو بحال هو كان مدرب أو كان رئيس شي فرقة أو أنه كان شي لاعب أو شي محلل ولا محلحيل. التبهديل الشوهة خصهم يبانوا. قال لك الجزائر ساهمت في إنجاح كأس العالم. باش ساهمت؟ باش باش بالتكعليص دروبة غادي يدوروا لك على زون تما كدروبة. ها عندي صحابي تماك يومين زرتو لي لايف في القناه حتى لي طوالات ما يمشيولهمش راهم حاسبين بحال عندهم هما ما كاينش الماء. وقال لي تبع الملف ديال الصحراء المغربيه مات ماتوا مدلولين ماتوا مازال جايين. حتى القدافي كي قال مات بحال الطوبه مات في الواد الحار جبدوه من الواد الحار كان هارب في الواد الحار وعيط للجزائر قال لهم تعالوا نقدوني ها فين راني. الجزائر هزوا التليفون وما يعيطوا لافرونس قال ها هو فين راه سيروا جيبوه. الجزائر هي اللي برقت به هي اللي بيعت به لان في لو فون ديالهم كانوا محاربين معاه حتى هو مالو هو كانوا زاكلين وما بغاوش يبقى شاد الزعامه هما خصهم يشدوا الزعامه وبرقوا به وجابوه وتقتل وتطعن مات مغدور بخروبه مات دايب بقات فيه 15 كيلو مات خايب اللوبيا بانت عليه السيده مات دايب بوتفليقه مات محنط كيقول لك الملك راه ماشي هو هذاك راه الدوبل ديالو حيت هما كانوا دايرين محنط ودايرين ليه واحد السيركويات في العنقره ديالو مره مره كيدوروه جوج دويرات وفرنسا عارفه وضربه الطم. فرنسا كتعامل مع جثه متحركه وكيجيو زعما حنا استقبلناه ما بغاوش حتى الصحافه ديالهم ستروا القضيه. الصحافه ديالهم حتى هما ضربوا الطم الصحافه الفرنسيه المنافقه ما تقولكش راه بوتفليقه راه مات هذه في 2018 خالي الناس مدرعينهم. بيان سير وفرنسا يعطيو لهم لي بونيول راه خصك تشوف انه وقت الاستعمار وقت اللي كانت كاينه لافرونس راه كانوا يعيطوا لهم لي بيكو لي بيكو. تفرج لانسوندي دخل الفيلم ديال لانسوندي ديال الفيلم القصه اللي مكرياها محمد الديب ها تفرج عمر لي بيكو تفرج في ديدي باراشو ها بغيتي تعرف بغيتي تعرف التاريخ ديالهم تفرج حسان تيرو ها بغيتي تعرفهم. قال لك يوجدوا لنا الحرب في 2025 وغادي يقول لك حقا هما اللي داروا التفجير وقتلوا وهما اللي محرضين الماك وهما محرضين هما راه هما اللي عرضهم يمشي للحبس يتقتل. هما دابا 70 واحد حكموا عليه بالاعدام 70 واحد في لافير ديال جمال بن اسماعيل 70 واحد حكموا عليها بالاعدام 70 واحد وفوق 60 واحد بالمؤبد وهذا الشيء الاخر 10 سنين 20 عام ها وهما اللي قتلوه. شو الناس شوف شو قطر شو شو قطر اللي داخله سوق راسها وتعرف كيفاش دير السياسه دايره اذاعه دايره جزيره دارت البين سبور شراو باريس سان جيرمان دخلوا للرياضه دخلوا الاستثمارات ولاو دوله كبيره. الدوله هذه اللي ربي سلطها حدانا حنايا مقابلنا غير حنا يفيقوا بالمروك المروك ينعسوا بالمروك المروك ها ها دوي معاهم هادو دوي معاهم توحل اللي في راسو الدلاع هو اللي غيتناقش معاهم ها اللي في راسو غير الزريعه ديال الدلاع ماشي حتى الدلاع ما كاينش معاه من معاه هذا الشيء راه قالها الحسن الثاني الله يرحمه ليعلم انه يريد من العالم ان يعترف بصحرائنا ونحن في الصحراء والصحراء في مغربها نريد من العالم ان يعلم مع من حشرنا الله في الجوار. الله ياخذ فيهم الحق الله ياخذ فيهم الحق 47 عام ها ومن 63 هما الدعايات على المغرب والمغربيات والمغاربه ولكن حتى حنا وني با فاسيل حتى حنا غادي نقابلوهم غير هما هما مسالين قبنا فهمتي حتى نموتوا تقاعد ندوزوه غير معاهم ابت نبت صامدون لاصقون ونشوف فين غادي توصل. مره نضربوا دويره في السوبر ماركت نوريو لكم الخضر والفواكه واللحومات والخيرات رغم الجفاف ورغم كورونا ورغم حرب اوكرانيا والمغاربه كابابل رجاله المغاربه رجاله كيجبدوها من تحت الحجره الحجره يولدوها شي الحجره يرد الحجره ياك ما كتولد والو الحجره يحرتوها ويخرجوا منها الذهب.
المغاربه. وهذا الشيء علاش حاقدين على المغاربه، خاطر المغاربه الكري ابارتيغ دو ريان ديتو، من والو من شيء يديروا شيء. والله انا شوف راه مرحبا بجميع المتقاعدين اللي ما عندهم ما يدار، انساليو ليهم انساليو ليهم، ما كان غير فهمت افضح القراقير افضح، راهم عالة على المجتمع وعالة على العالم. وشوف اصاحبي مشاو لا كوب دي موند، مشاو لا كوب دي موند فين ما كان شي جروب ديال شي فرحانين ناشطين، واحد يجبد مولدية، واحد يجبد سي ار بي، واحد يجبد الحراش، واحد يجبد 1 2 3، زعما راه حنا موجودين، ما تكاليفيناش حنا موجودين. ها مشاو بالالاف، مالهم ما مشاوش اللي تقصاو الفراقي بزاف تقصاو ما مشاوش، مشاو المصريين، ها مشاو الماليين. يلا دوي معايا الفراقي ديال افريقيا راه حتى واحد ما مشى، ديال العرب ما مشاوش، ها مشاو الامارات ولا مشاو اليمن ولا البحرين ولا عمان ولا الاردن ولا هما. علاش حارو مارو؟ عارفين المغرب هو اللي شاد الامن، عارفين الحموشي والرجال ديالهم شاد الامن، عارفين بلي البوليس هو اللي شاد الامن تماك، البوليس المغربي هو اللي شاد الامن، عارفين المغاربه كاليفي، عارفين المغاربه غادي يديروا نمام شوز اللي داروها في روسيا، ها تالوا الانتباه ديال العالم كامل بالحضاره ديالهم وبالاخلاق ديالهم، الناس كلها ولات كتبغي المغرب في 2018. كيقولوا ارامشو نديروا حارو مارو نبانوا في بلاصتهم بداك الخرقه ديالهم، هذيك الخرقه اللي دايرينها في البوليزاريو، الناس محتفله بكره القدم وما يدخلوا برباعه كبيره كيقولوا فلسطين الشهداء فلسطين الشهداء فلسطين، ويبغوا يبدلوا الشعارات. حنا بغينا الشعار ديال الجمهور هو نداء الحسن، هو نداء الحسن، الشعار ديال الجمهور هو نداء الحسن، نداء الحسن هو مبيد الحشرات، نداء الحسن والنشيد الوطني مبيد الحشرات. إلا ما حافظش النشيد الوطني تحافظوا تماك، وأنت بقى غير الله الوطن الملك، الله الوطن الملك، والله الحشرات تنقضوا عليك. جايين لابسين التونيات ديال الزليج وداخلين وسط الجمهور وباغيين يستفزوا المغاربة وباغيين ينوضوا الصداع وباغيين ينوضوا، ها؟ والمهم والله ما متفكين، شحال تدخل عندي تقول لي راك شيباني وروح تحج وروح كذا. حج على حج تبون اللي عنده 86 عام، ولا بن علي بلعلي اللي عنده 99 عام، ولا كوجير اللي عنده 104 سنين ولا 106 سنين ديناصور، ولا مدينة توفيق اللي عنده 96 عام، ولا سميتو خالد نزار اللي عنده 86 عام. هذا هما الحكومات ديالكم انتم، النظام ديالكم غير الشياب الشياب. اما انا باقي جوناس خوك باقي يضرب 15 كيلومتر الي روتور فوتينغ 4 فوا 5 فوا بار 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 سومان. جي جري معايا، جي شوفني، جي هاتا. ها هو انا، ها هو انا، شتيه ما سابقينهم وما باقيين لاصقيننا في ظهرنا. علاش غاديين معنا لا كوب دي موند؟ علاش؟ حارو مارو حارو مارو غادي يديروا المغاربه يعيقوا بهم. العقلية أنا عارف كامل هما المروك المروك المروك، وترى الناس والقضية ديال الصحراء مدفونة. الأمم المتحدة قالت لك سيفيني تقرير المصير، سيفيني استفتاء، هما باقيين باغيين يحييوا المعسكر الشرقي وباغيين يديروا واحد الاجتماع، باغيين يديروا واحد لا كونغروند كونفيرونس، واحد المؤتمر، باغيين يديروا واحد المؤتمر كبير يحضروا فيه عدة دول المؤيدة للبوليزاريو باش يخرجوا بشي قرار، يخرجوا بشي خرار، شي خرار غادي يخرجوا به. تاع الناس راه ما مفكينش، راه الناس راه باعوا حوايجهم. شو قطر؟ شو قطر كي دايره مشات تماك تبون باش يحشم يمرق على راسه يقول لهم راه حنا روطار؟ يقول لك الجزائر لعب دورا كبيرا في انجاح كاس العالم. باش انجاح كاس العالم؟ كاس العالم اللي ناقشوا ومصوبوا مغربي، اللي ناقشوا ومصوبوا مغربي داكور، واللي شاد الامن مغربي، والبوليس كامل اللي داير تماك مغربي، الطبخ مغربي، النظام والتنظيم الاداري ولا لوجيستيك انفورماتيك مغاربه، والجهاز الفني واللي دار الافتتاح واللي مقابل كل ما هو فني مغربي رضوان داكور، والاعلام المغربي من 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 اجمل الاعلامات اللي كاينين تماك، والجمهور المغربي من اجمل
الجماهير اللي كاينه تما. قال لك سون لاجيغي لا كوب دي موند ني با ني لا كوب دي موند، سون لاجيغي لا كوب دي موند الي مانيفيك، الي سوبر، الي اكستراوردينار. ها يلاه خا تهضر معايا تدخل تسبني انا وتعايرني. ها انت اش كدافع؟ دافع على بوليزاريو، راك مقول بينك هذاك ما كاين لا بوليزاريو لا والو. لالجيري عندها غارات، فرنسا كتخدمها كيما بغات. هاي نطلع تركيا، قالت المغرب اللي بغيتيها خوديها، اي سلاح بغيتيه. كاين تعليمات ساميه من عند اردوغان، قال لهم اللي بغاوها المغاربه اعطيوها لهم، اي انواع من الاسلحه اعطيوها لهم، وقال لهم سيروا ديروا استثمارات في الصحراء المغربيه. والسفير ديالهم قال لهم الصحراء مغربيه لا رجعه فيها. السفير، وشكون اللي كيعرف التاريخ ديال الجزائر والمغرب وشمال افريقيا من غير تركيا؟ تركيا هي المحتله السابقه لتونس وليبيا والجزائر، وكي دخلت الجزائر راه تعرف الصحراء ديال من؟ ها؟ قبل ما تجي فرنسا راه تركيا عندها التاريخ، عندها الخارطه ديال المغرب، وعندها الاسماء ديال الامراء وديال الملوك. تركيا هي التاريخ، هي شهيد على العصر وشهيد اثبات. تركيا كتقول الصحراء مغربيه، الشهاده ديالها بلي فالاب كو لا فرونس، باسكو لا فرونس من جهه شمال افريقيا لقات تركيا ولقات المغرب. لقات الدوله العثمانيه ولقات المغرب، ما لقاتش الجزائر وما لقاتش حتى تونس. لقات المغرب، الامبراطوريه المغربيه والدوله العثمانيه. والجزائر من الجزائر دخلنا احنا الاستعمار، العسكر الاولين اللي دخلوا للمغرب بالاحتلال الفرنسي للمغرب، حمايه المفروضه على المغرب. العسكر 99% جزائريين من ديك الارض، لي زانديجان دو لالجيري، لبسوهم التونيات ديال فرنسا ودخلوهم. سيتي با دي فرونسي، رجع للتاريخ. ورا خالد نزار راه اعترف لك، قال لك الوالد ديالي شارك في الحرب، في الحرب في الناظور وفي الريف، باه شارك فيها. حنا شوف، حنا ما كنسبو ما نهايرو، كنقولو لهم شكون نتوما وشكون اصلكم، سمعتي؟ حاشا انا كنسبو حتى واحد، ولكن نجاوبوهم. هما الوقت اللي كان شادهم الدولة العثمانية، المغرب كان محافظ على الامبراطورية المغربية، محافظ عليها، كان محافظ على الامبراطورية العثمانية المغربية، وكانت حداها الامبراطورية العثمانية، والامبراطورية العثمانية هي خير شاهد واصدق شاهد على العصر. جيب لي اي واحد يقول لك لا السعوديه ولا هذا، لا كنقول لك تركيا هي اللي كانت تماك، وهي عارفه ديك الارض ديال من، هذيك الارض السعيده ديال من، ديال المغرب، الصحراء المغربيه. وانت وكاع لي زانفستيسمون ديال تركيا غادي ينجحوا في المغرب، الناس باغيين يخدموا، الناس باغيين يديروا عمليات تجاريه ناجحه، الناس باغيين يخموا في المستقبل، الناس باغيين يرومبلاسيو لا فرونس. لا فرونس كاع الدول الافريقيه راه كيجريو عليها، في 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 لاكيني، في بوركينا فاسو، في السنغال، بارتو لي زافريكان سو بلان دو لا فرونس، بارتو كيتشكاو من فرنسا، بارتو لي زافريكان، ما كانش شي دوله باغيه لافريك، باغيه لا فرونس. والاخرين شاده لهم الريوس، شاده لهم الجماجم، ومقابليننا هنايا. سيفري سيفري سي محمد، محمد هذاك اللي ضرب علال بن عبد الله يضربوا علال بن عبد الله. عند محاولة اغتيال بن عرفة. اودي اش غادي نقول لك؟ شوف نقول لك واحد القضية. شوف حنا صابنا الله بهذا الجار، خصنا نجيريوه، اون دوا جيري، كومون جيري؟ اون دوا افواغ لوتونومي، نكون عندنا استقلال ديالنا في كل شيء، نصوبوا سلاحنا وماكلتنا، ورحنا غاديين في طريق صحيح. شو وحدين قلت اليوم خصنا نضحيو وكذا وخص تعمل يضحي، قال لي والمسؤولين هما اللي خاصهم يضحيو واللي كيشدوا الماندا. وسير تعاود لمخك تلقى تابع واحد عنده ماندا ولا واحد، سير انت ترشح وسير انت تدخل للبرلمان، شكون حبسك؟ راه كانوا يبيعوا الضيطا ويبيعوا النعناع، راهم ولاو تا هما اعضاء مثل الامه وراهم خدامين وسهل عليهم الله، كل واحد الله يسهل عليه. سير على دابا انا ما مرشح نجي نحسد واحد ترشح ودار لاباس، الله يسهل عليه. هذه دولة ليبرالية، لعب لعوبك وحدي جيوبك، فهمتي؟ قلب على راسك، قلب على شي منفذ، من دير لاباس، من تعيش بخير، بلا ما تسرق بلا والو، شكون اللي حبسك؟
Hein? Cherche, tu trouves. الحجيج جبد لي هنايا راه حنا والله قسم الا دايرين هذا لومبلاسمون هذا والله الا غراتويتمون بالله اللي بغى يتفرج العيب والعار اللي قلنا لي خلص شي حاجه ولا ضروري تكونسومي ولا شي حاجه واللي ما عندوش يشرب على حسابنا غراتويتمون وماشي كنقول لك كلشي كيعرفنا هنايا هذاك الجوع راه ربي شوف راه الله كيرزق فهمتي ما تعرفش سبب الرزق فين كاين هادي انا راه كنت داير قهوه في شارع نسيبه بنت وكعب الدرب كله كيعرفني اللي عنده يشرب اللي ما عندوش يشرب ما كانش شي واحد يبرف في الكرسي وما عندوش يقول له عطيه قهوه لي زيتيديون اللي هما شوماج كلش الحمد لله ولا دابا قبل ما نسالي نديرو السلفيات مع الدرابو ها هو الدرابو شتيه ها الدرابو احسن حاجه هو الدرابو الماروكي ما فرنساش ها والله لا حيت من المغرب انا والله ها نهار الاربعاء ان شاء الله نتمناو نتمناو الركراكي يجري الماتش مزيان ما يدخل خاسر ما يدخل رابح يدخل متوكل على الله ولي شونس ايكال الحظوظ متساويه لو ميور كان والمغرب خصو يكون دون سا فورم دون لو جور جي ديالو ما يتسرع ما يزرب ما والو صافي وديما مغرب صعيب المغرب حاجه صعيب المغرب صعيب المغرب 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 والله شوف الله يخليكم ديما ضاحكين وديما ناشطين حنا معاكم اللي قنط يدخل عندنا القناه يشوف الخضر والفواكه ديال البلاد المغرب صعيب غادي تلعب السنغال تلعب السنغال مالوغوزمون ما كاين ستاديوم هاني نتمناو لها قبيله صحاب الحسين راهم خسروا صحاب الحسين 6-2 بغيناهم كاع يبقاو تماك كاع تريك الشر اليوم المغرب راه المغرب واعر المغرب ها المغرب واعر مالهم هادو واحد قال لك حتى شيباني راك انا ولا شيباني انا اجي نديرو انا وياك شي مصارعه ونديرو انا وياك شي جريه ونديرو في انا وياك شي ماتش ها نسيتي الشيبانيين اللي كيحكموا فيكم اللي كيماطيو فيكم يعطيوكم العصا والزرواطه نسيتو بوتفليقه اللي حكمكم هو محنط في الكروسه ديالو ها تبون دابا ها ادوليسون شنقريحه ها هو اللي كيحكم ادوليسون باقي جون جونو كل التوفيق للسنغال قلت واخا كنبغيو هولندا كرويين وكلشي ولكن السنغاليين خوتنا ها يعترفون بمغربيه الصحراء حنا بعد هاد القراقير كيسميونا سنغال كيقولوا نتوما سنغال مالهم هادو مالهم ياك ما كاينينش هما ما مكلفينش مالهم لاش جاي القطر لاش ضحك شويه ضحك اضحك هادي راه لا كوب دي موند هادي اضحك قصر مع راسك اضحك المهم الميساج راه وصل فهمتي وتحيه لجميع المغاربه وتحيه وانا بغيت ندوز واحد الميساج المنار السليمي الدكتور المنار السليمي اللي عزيز على المغاربه وداكشي بغيت ندوز ليه واحد الميساج ما يبقاش يعطيهم لي زيكسبليكاسيون حنا ما مشيناش ل 5 ايطوال جي انا ديك 5 ايطوال مرحبا بك تستاهل جي انت وصحابك جي تبات في 5 ايطوال ماشي ل 5 ايطوال نعطيك السويت ديال المخيره حداك لي بيسين وحداك كل شيء الناس ماشي شغلهم ها ماشي شغلهم ما شغل حتى واحد لا حقاره كلاو الماكله دو لوكس وكلاو كذا ومسكين حتى هو البارح كيعطيهم لي زيكسبليكاسيون رحنا ما بتناش لوتا 5 ايطوال كنا عند الاصدقاء اخويا انا بيني بينكم يستاهل 5 ايطوال سلام سافا بيني بينكم يستاهل 5 ايطوال سلام يستاهل جميع الظروف المريحه اللي تريحوا يستاهلها فهمتي يشرفنا ان منار سنيمي يكون على الضياف ديالو اللي جابهم يعطيهم احسن تكريم واحسن استقبال هذيك الهضره الخاويه
الجوله شكون اللي فينونسا دابا كي كانت كدوز ديك الجوله ديال المانار سليمي واش كان داير معها شي اشهار؟ واش كانت شي شركه دايره سبونسور؟ واش كانت شي بنكه دايره سبونسور؟ اخويا هاد القضيه انا ما كنضرش، انا نضن غير الذباب، كنضنش مغاربه، لان المغاربه عزيز عليهم منار سليمي، عزيز عليهم ما كنضنش ان المغاربه هما اللي كانوا كيقولوا اوتيل ما هذا. ولكن تحيه لمنار سليمي وتحيه للعمل اللي كيقوم به دائما، وتحيه للجوله اللي دارها مع اسعد الشرعي، تحيه ليه. واسعد الشرعي راه شفتو البارح راه كومبليتمون شونجي، تبدل كامل دابا كيتحدى جميع الجزائريين، كيقول لهم اراو ليا، جيبوا ليا واحد نتفاوض معاه، جيبوا ليا هذوك النخبه ديالكم ديال بن سديره وبونيف، جيبوهم ليا انا ندخل عندهم للجزائر ونشوف هاد البلاد ديالهم كما دخلوا لي المغاربه، دخلوني انتوما. قلت لكم هذا الشيء اللي غادي يقول ليهم، وقال لي بن سديره قال لي نحيد لك السروال، قال لي انت عندك السروال في عقلك، وشد فيهم مزيان، ودابا راه غادي معاهم، دابا راه شاف المغرب وقال لك انا حشمت. والمغرب ناس اللي ما خصكش خسر الخاطر ديالهم، يبغيو مالكهم، والصحراء راها مغربيه، صافي السيد دا مشى متشبع بقناعه ان المغاربه يموتوا على مالكهم، ومستعدين يموتوا على بلادهم، على الوحده الترابيه، وما كيتعداوش، وما كان حتى واحد ما عنده دخل في العلاقه مع اسرائيل. حنا غادي نزيدوا نقولوا العلاقه مع اسرائيل، ودايرها قويه، كاين شراكه واتفاقيات عسكريه ودفاع مشترك، كاين كرياسيون دو بوكو دو سوسيتي اللي ولاو دخلوا لومبيك وداروا سميات، راهم يصاوبوا السلاح في المغرب. وتحيه اونكور اون فوا للاستاذ الدكتور منار سليمي، العمل اللي دار به يشكر عليه، دار عمل زوين، هذاك العمل كيبقى خالد، يبقى امورتال صراحه، يبقى امورتال. لان علاش؟ لان جوله والله واخا تبغي تنظمها شي مثلا شي هيئه ثقافيه او هيئه سياسيه، ما غاديش ديرها بحال اللي دارت، كانت عفويه. وكنت كنقول لكم ما ديرها عفويه، انا كنت ضد الشرعيه في قضيه المالك، الاصل المالك والتطبيع والعلاقه، وهضرنا عليها، وقلت لكم غادي نسويفي الدخله ديالو في المغرب. شفتوا كيفاش ولا في المغرب، كيفاش ولا يهضر على المغرب، وما كيمثلش، ولا نورمال، ولا كيشوف داكشي اللي كيشوفوا كيقولوا، داكشي كيشوفوا كيقولوا باللايف، وما كيتصنع ما والو، عفوي، هو انسان عادي، راه ماشي زعما شي حاجه ولا شي حاجه متضلع في شي اختصاص، غير هو مؤثر بالطريقه العفويه، وكوراجو، شجاع، كوراجو ديال واخا فهمتي، ارتبك في المطار واحد الساعه شاف البوليس بغا يتصور معاه، ارتبك، ولكن مهما يكون راه خدم المغرب واحد الرساله قويه، بعدما كان يقول كذا وكذا وكذا، ولا كيقول المغرب ها هو المغرب، ها المغاربه، ها كرز المغاربه، ها المغرب. تبارك الله على منار سليمي، وتبارك الله على الرحله اللي دارت، وعلى جميع المرافقين، وام مهدي، تبارك الله عليكم، السلام عليكم.